لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. النهاردة هنعمل مقارنة بين ثلاث موبايلات نزل السوق المصري: السامسونج جالاكسي ام 5 1، الريلمي 7 برو، والبوكو اكس 3 ان اف اس. تابعونا، بس عاوزين منكم، نتمنى منكم اللايك ونتفعل زرار الجرس ونعمل كومنت، وعاوزين نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك كده، يعني حلم حياتي. تعالوا نبدا مقارنتنا بين التلات اجهزه اللي موجودين. التلات اجهزه اعلنوا عنهم في شهر 9 سبتمبر 2020، طبعا يوم 11 يوم 14 يوم 8 من هذا من شهر 9 2020، سبتمبر 2020. تعالوا نبص على المواصفات. طبعا الثلاث موبايلات ما بيدعموش ال 5G عشان مصر ما بتدعمش لسه ال 5G. مستقبليا ممكن السنه الجايه نشوف موبايلات نازله بقى 5G. اول حاجه هنخش على المقارنه الاولانيه، البصمه في السامسونج مدمجه في زرار الباور، ودي حاجه كويسه مش وحشه. ايه في الريلمي مدمجه في الشاشه، عندك في البوكو مدمجة في زر الباور برضو، والثلاثة أسرع من بعض في البصمات ما شاء الله، والثلاثة بياخدوا 10/10 في البصمات. الفيس اي دي في الكاميرا أمامية في المنتصف، في الريلمي على الشمال، في البوكو في المنتصف. تعالوا نخش بقى على المكونات الداخلية. البطارية 7000 ملي أمبير في السامسونج، 4500 في الريلمي، 5160 في البوكو. بتدعم السامسونج 15 شحن 15 واط، الريلمي 65 واط، 33 واط في البوكو، وطبعا احسنهم هو السامسونج. طبعا البروسيسور 730 جي في السامسونج، 720 جي في الريلمي، 732 جي في البوكو، وطبعا معمولية الاداء 8 نانومتر مبني على معمارية 8 نانومتر. هنخش بعد كده على اللي هنا طبعا معدل البروسيسور اوكتو كور 2.2 جيجا هرتز، اوكتو كور برضو 2.3 في الريلمي جيجا هرتز، في الشاومي 2.3 جيجا هرتز، ده برضو ده اللي هو ايه المبني عليه البروسيسور. المعدل المعامل الرسومي ادرينو طبعا ده في 3.1 618 ادرينو 618 جي بي يو، طبعا ده واحد وده هو ده موجود في كل موبايلات الفئه المتوسطه. هنخش على الرامات، هنا بيجي بنوعين 6 و8، بس في مصر موجود في 8. السامسونج الريلمي بيجي برضو ب 8 و6، بس هو موجود هنا ب 8 في مصر. البوكو بيجي ب 6، معرفش ليه ما بيعلاش في الفئه المتوسطه عن 6، هم ثابتين على 6 في الشاومي. الذاكرة الداخلية 128 في السامسونج، في الريلمي، في البوكو. بعد كده هنخش على، طبعا هي دي ذاكرة كويسة طبعا، بس البوكو جايب ساعتين 64 و128، بس بقول لك اللي جاي احتمال ينزل مصر 128. طبعا السامسونج بيشيل خطين وكارت ميموري، الريلمي بيشيل خطين وكارت ميموري، كعادة شاومي ان يا خط يا كارت ميموري، يا خطين يا خط وكارت ميموري. طبعا ده مش انا مش بحبزه في الوقت اللي احنا فيه، كل حاجه بتعلى والبرامج بتعلى والفيديوهات بتعلى. الواجهات النظام، السامسونج جاي بواجهه نظام يو 2.1 على اندرويد 10، ريلمي يو اندرويد 10، الميو 12 اندرويد 10 في البوكو. طبعا السامسونج جاي وان يو 2.1 من 10، وريلمي يو والمي 12 في البوكو. هنخش بعد كده في الجالاكسي M51 الكاميرات، عندي بيجي باربع كاميرات بمستشعر، الكاميرا الاساسيه 64 ميجا بكسل بمستشعر سوني، الكاميرا كاميرا الالترا وايد بتيجي ب 12 ميجا بكسل بفتحه 2.2، والماكرو 5 ميجا بكسل بفتحه 2.4، والتعريض جايه ب 5 ميجا بكسل بفتحه 2.4. مستشعرين سوني بيدعم ال 4G، والكاميرا 132 ميجا بكسل. الريلمي برضو بيجي باربع كاميرات 64 ميجا بكسل الاساسيه، الالترا وايد 8 ميجا بكسل بفتحه 2.3، وهنا ال 64 اساسيه فتحه 1.8 طبعا كويسه جدا، وفتح الماكرو بيجي ب 2 ميجا بكسل 2.2، والوايد بيجي ب 2 ميجا بكسل 2.4.
طبعا بيدعم ال 4G والكاميرا الأمامية SLV 32 ميجا. هنخش على البوكو اكس 3 بيجي باربع كاميرات 15 سوني، الكاميرا الاولانيه الترا وايد 64 ميجا فتحه 1.9، الالترا وايد 13 ميجا فتحه العدسه 2.2، الماكرو 2 ميجا فتحه 2.4، والتعريض 2 ميجا بكسل 2.4 اللي بيدعم ال 4G، والكاميرا 120 ميجا بكسل فقط لا غير. طبعا هنخش في الشاشات، هنا طبعا سوبر اموليد 16 مليون لون، برضو سوبر اموليد 16 مليون لون، بيجي بيقول شاشه اسمها اي بي سي بالسوبر اموليد 16 مليون لون برضو، بس شاشه البوكو محترمه ونظيفه شويه عاليه يعني عاليه. تعال نخش بقى على الديبليس سايز، الحجم الشاشه 6.7 في السامسونج، 6.4 في الريلمي، 6.67 في البوكو. طبعا هنا هنا السامسونج بيكسب، واخد الشاشات كلها تعالوا نشوف بقى في السكرين بقى تو بودي، 8.61% استحواذ الشاشه، 82.7% في استحواذ الشاشه، 84.6% في استحواذ الشاشه، فتكسب السامسونج، تكسب يا سامسونج. تعالوا بقى في الريزوليوشن بقى، الريزوليوشن هنا بقى سطوع الشاشه 1080 في بكسلات 2340، 1080 في الريلمي في بكسلات 2400، 1080 في 2400. طبعا عندك السامسونج يكسب البي بي ديسنت 385 في السامسونج بي بي، 411 395 كده الريلمي يكسب التحدي. هنا الريفرش بيجي الشاشه بمعدل الريفرش الشاشه 60 هرتز سوبر اموليد، 60 هرتز في الريلمي سوبر اموليد، في البوكو بقى جاي ب 120 هرتز، حاجه عاليه بس اي بي اس، بس عاليه 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 يعني تعتبر منافسه قويه جدا، وتكسب تكسب يا بوكو. البادي تعال نخش بقى على البادي، اللي طبعا 163.9 في 76.3 في السامسونج، 160.9 في 74.3، ال 165.3 في 76.8 ده في الديس في الدمين في الديمينيسن. الوزن في السامسونج 9.5 مللي، 8.7 مللي، 9.4 مللي في البوكو في ريلمي، تكسب يا ريلمي بس عشان السامسونج البطاريه بتاعتها 7000 مللي امبير كبيره شويه، و في البوكو عامل فريم ألمونيوم يا جماعة ألمونيوم. طبعا الوزن 213 جرام عشان البطارية بتاعت السامسونج، 180 جرام يعني 215 جرام عشان خاطر الفريم الألمونيوم بيتقل يا جماعة غير البلاستيك خالص. البوكو بيكسب في الفريم الألمونيوم صراحة يعني بيبقى قوي أقوى من البلاستيك. طبعا الظهر التلاتة بيجوا من البولي كربونات، وطبعا يعني بيقولوا ان هما الثلاثه جايين رديء شويه ما عدا البوكو، البولو كربونات بتاعه كويس جدا جدا جدا، البلاستيك بتاعه كويس جدا ومتين. طبعه الحمايه في السامسونج من الجيل الثالث جوريلا جلاس، في الريلمي من الجيل الخامس جوريلا جلاس، في البوكو من الجيل الخامس جوريلا جلاس. عندك الظهر الثلاثه ما فيهمش جلاس، ما فيهمش ازاز، كلهم بلاستيك، بس انا افضل البلاستيك عن الازاز احسن، بيبقى مقاوم للصدمات. طبعا مقاوم للماء لا في السامسونج، في الريلمي مقاوم للماء، طبعا مقاوم للماء في الريلمي، في البوكو مقاوم للرذاذ الماء يعني النطره والكلام ده، لكن تحطه في ميه لا، بالنسبه للريلمي مقاوم للماء، السامسونج لا للاسف مش مقاوم للماء. طبعا سعر السامسونج احنا عرفناه ان هو في السوق عامل كام، 6500، الريلمي تحدد ب 6000، وبرضو الشاومي او البوكو هيبقى ب 6000 جنيه. شكرا لكم.